السلام عليكم باشمهندسين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. وفيديو جديد من فيديوهات كورس الموشن جرافيكس. النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل تركاية كده بسيطة. التركاية دي موجودة في اعلان وي بتاع رمضان زي ما احنا شايفين اهو، وهنطبق تطبيق كده بسيط عليها ونتقابل بعد الانترو. في البداية كده هندوس هنا دبل كليك عشان نعمل امبورت لإعلان اتصالات. هنبدأ بالتركية بتاعت إعلان اتصالات، ونضغط بعد ما يتعمل له امبورت هنضغط عليه كليك يمين ونيو كومب فروم سيلكشن، تمام؟ عشان دي طريقة تانية بحيث ان انت بدل ما تسحبه على التايم لاين، لا انا عامل نيو كومب ايه فروم سيلكشن. دي الطريقة يعني اللي بننصح بيها يعني، تمام. هنيجي كده في الاخر عايزين احنا نعمل الحركة دي. بص، هو دلوقتي لو دوسنا هنا بي بحيث ان هو يجيب لنا من اول هنا دايما، برضو من اول هنا، بص، او نرجع كده شوية ندوس بي. بص، هو التركية دي معمول عليها كذا element، يعني شوية نجوم على شوية على هلال على شوية حاجات كده واشكال وكلام من ده. فعايزين نعمل التركية دي، هنضغط هنا على new composition، تمام. نيو كومبوزيشن، باشمهندس محمود ابو مايل قال لكم على النيو كومبوزيشن من هنا ممكن تعمله. نضغط على 1080 25 فريم، ومثلا ممكن نقول ان احنا عايزين 30 ثانيه. 30 ثانيه يعني كام فريم؟ يعني مفروض 300 فريم، تمام. فكده بص، لو جينا عملنا هنا كومبوزيشن سيتنج هتلاقي فعلا 3 ثواني، اقصد معلش 3 ثواني، انا اسف، انا عايز 3 ثواني مش 30 ثانيه، تمام. انما 30 ثانيه مش هتبقى 300 فريم، هتبقى 3000 فريم. ناخد بالنا من الايه الكلام ده، او اسهل من ده كله اكتب هنا على طول 3 ثواني، يعني اكتب هنا 3 ثواني وخلاص بدل ما تكتب هنا مثلا 300 والكلام ده. المهم يعني ما علينا، احنا عايزين نعمل الشكل بتاع النجوم ده اللي احنا شفناه. فهاجي هنا هضغط كليك مطول شويه، اطول في الكليك لغايه ما يفتح لي القايمه دي، واضغط هنا على الايه على النجمه، تمام. واعمل نجمه كده بالشكل ده. بس هنا انا مفعل استروك، الغي الاستروك، افعل الفيل مثلا، نجمه تبقى باللون الابيض مثلا. انا هنا طبعا عامل لون الباك جراوند بتاع الكومبوزيشن اي لون عادي، يعني مش لازم انت تختار اي حاجه انت عايزها. بص كده في الاعلان هتلاقي حاجه، انا دوست ان بس عشان ايه. بص، هتلاقي ان النجوم دي بتتسحب من حتة معينة، وعلى فكرة الشكل اللي بالاسود ده هقول لك ازاي بيتعمل بالافتر افكت. شوية نجوم كده بص بتتسحب من ايه، من حتة معينة او ليها مسار معين، تمام. فخلي بالك هنا معايا، هقوم جاي هنا بالبين تول، هقوم عامل المسار ده اهو. خلي بالك ان انت ما تدوسش على، ما تكونش عامل تشيك على روتو بزير، عشان روتو بزير هيعمل لك الايه الحواف شارب بتاعتك، مش هيعمل لك الحواف كيرف كده زي دي. او بص انا عايز اعدل، هعمل كنترول زد بس، خليها مثلا الكيرف يكون حاجه بالشكل ده مثلا يعني. طيب هل اخلي فيل؟ انا كده كده انا مش عايز، مش محتاج الفيل ده في حاجه، انا ممكن اقفله او ممكن اسيبه. انا يهمني بس ان انا عايز المسار بتاع الباص ده اللي انا عامله. فهاخد هنا المسار بتاعه، المسار بتاعه اللي هو الباص، هفتح هنا الكونتنت بتاع ده وادوس الباص، واخد الباص بتاعه، تمام. وانا من عند الثانيه صفر اخد الباص بتاعه كوبي كنترول سي، تمام. واجي هنا عند الستار ادوس بي اللي هو البوزيشن، واجي معلم على البوزيشن ادوس كنترول في. فكده اخدت هي المسار بتاعه، اقدر ان انا اخفي ده، ملهوش اي 30 لازمه بالنسبه لي، او ممكن اشيله اصلا المسار ذات نفسه. فبقى حاجه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بس يعني انت هتأثر شويه الزمن عشان تخليها سريعه، يعني مثلا 15 فريم حاجه بالشكل ده، او ممكن تخليها يا سيدي ماشي 20 فريم ولا حاجه، تمام. 20 فريم حلو قوي. طب جميل قوي. لو جينا برضو بصينا في الاعلان هتلاقي النجوم اصلا دي بتكبر، بتبدا مثلا صغيره وبعد كده تكبر كده، تمام. فانا برضو هدوس على سكيل، بس قبل ما ادوس سكيل اخلي دول برضو ادلع على الحركه شويه، اف 9 ايزي ايز، واجي هنا وانا دايس على الت بحيث ان انا اخلي الحركه تبقى
بطيئة يعني بطيئة في الأول، بعد كده تسرع، بعد كده تبطأ كده في الآخر، بحيث إنها تديني شكل سموث بالشكل. أو ممكن أخليها إيزي إيز وخلاص يعني، أسيبها إيزي إيز وخلاص يعني، حاجة بالشكل ده زي إيزي إيز وخلاص يعني. طيب جميل أوي. طيب أنا دلوقتي عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أخلي أضيف خاصية جديدة اللي هي السكيل، يبقى شيفت إس. تمام، شيفت إس. مثلا ممكن أبدأ من عند السكيل زيرو وأدوس كي فريم، وأجي هنا أخلي السكيل بكام؟ بمية، بحيث إن هي تبقى بالشكل ده. لو جينا بدأنا زيرو كام الأول، تبقى حاجة بالإيه؟ بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. تمام. طيب في هنا أدوس طبعا إيزي إيز، أعلم على 2 كي فريم وإف 9، على طول تبقى حاجة بالإيه؟ بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب أنا عايز دلوقتي نجوم ورا بعض، فأنا هعمل إيه؟ هكرر مثلا لير ده 4 نجوم ورا بعض، دبل كنترول دي كنترول دي كنترول دي، بقوا ايه 4 نجوم ورا بعض. طيب انا عايز حكايه التتابع اللي باشمهندس محمود ابو مايله شرحها امبارح، اللي هي الاوفست اللي هي التتابع. فانا هعمل ايه؟ هاجي هنا مثلا هاخر فريم او 2 فريم عن كل واحده. فانا هعمل الحركه دي بطريقه سهله شويه. ايه بقى الطريقه السهله؟ انا لو جيت هنا ادي يا سيدي الـ 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 لو 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 علمت على الليارات دي كلها ودوست حرف اليو، هيبين لي الكي فريمز بتاعتهم ايه كلهم. فانا هعمل ايه؟ هخلي مثلا الرقم 4 دي تبدا الاول، بعد كده تحتيها رقم 3 تتاخر عنها شويه. فانا هعمل ايه؟ هدوس مثلا بيجي داون 2 فريم كده، تمام، وادوس على حرف الجيم تاني الحركه دي. ماشي، انا دلوقتي رقم 4 اللي هو بص هما دلوقتي كلهم لو دوست صفر وكلهم مغطيين على بعض، فمش هتفرق لان هو كلهم اصلا فوق بعض. طب انا عايز النجمه تتاخر عن النجمه تتاخر عن النجمة. فانا هعمل ايه؟ هدوس على النجمه رقم 3 دي، هدوس بيدج داون، يعني هتقدم 2 كي فريم، او ممكن من هنا بلس 2 يعني 2 كي فريم، وادوس على حرف الجيم او البراكت حرف الجيم من على الكيبورد. نفس الكلام من هنا برضو، اقدم 2 كي فريم، ادي 1 2 بالبيدج داون، وادوس على حرف الجيم. نفس الكلام هنا برضو، اتقدم 1 لا انا كده رجعت، اتقدم 1 2 بالبيدج داون، كنت بدوس على بيدج اب وادوس على حرف الجيم. بص كده معايا، تمام، يعني نلاقي ايه نفس الايه الفكره بتاعت الحركه يعني. وبالنسبه بقى للشكل الاسود ده اللي في اعلان وي ده يتعمل ازاي؟ هنيجي هنا على الستار ونغير مثلا فيل، نخليه باللون الاسود ونعمل كده، واحنا طبعا دايسين على شيفت. تمام، اعمل الستار وانا دايس على شيفت. هنا من بولي ستار افتح الكونتنت بتاعتها، بعد كده البولي باص. تمام، اخلي البوينت دي 8 وازود شويه الانر ريديوس بحيث انها تبقى حاجه بالشكل ده، ازودها كده لغايه لما ايه تظبط معايا. ممكن مثلا اخليها على يعني كده مثلا، تمام، حاجة زي ما احنا ايه شايفين. ده الشكل اللي هو ايه اللي موجود في اعلان وي كده زي ايه ما احنا شايفين. تمام، نفس الفكرة بتاعت الحركة. بس يا سيدي ادي كل الايه الحكاية يعني. نفس الكلام برضو، انت ممكن تعمل بقى التطبيق اللي احنا بتاع العربية ده، يعني بحيث ايه؟ بحيث دلوقتي ان انا برضو نفس الكلام هعمل نيو كومبوزيشن، كليك يمين هنا وادوس على نيو كومبوزيشن، او ممكن من هنا اعمل نيو كومبوزيشن نفس الكلام. طيب هرسم اول حاجه المسار، طريق مثلا بالبين تول، وانا دايس على البين تول، اتاكد ان هي دي مش روتو بزير، اتاكد ان انا مش عامل تشيك هنا، ان انا عامل اون تشيك. تمام، واعمل مثلا ادي اتك هنا كي فريم نقطه، واعمل مثلا طريق بالشكل مثلا طريق كده مثلا، واسحب كده عن الطريق. طيب انا عايز فيل؟ لا انا مش عايز فيل. هل الطريق بيبقى محتاج فيل؟ لا، الطريق بيبقى ايه ستروك، زود يعني ستروك. الطريق بيبقى لون ابيض ولا اسود؟ بيبقى لون اسود صح، بس بيبقى فيه ايه مجموعه دشات، ايه دشات بيضة كده، بيبقى فيه مجموعه دشات بيضة. طيب اعمل بقى مجموعه الدشات البيضة دي ازاي؟ طيب بص كده يا سيدي، هعمل دوبليكيت، هكرر اللير ده زي ما هو. تمام، بعد كده هخش على الاعدادات، وبعد كده كونتنت بتاعت اللير ده، بعد كده من اعدادات الاستروك. تمام، هضيف حاجه اسمها داشز. تمام، بس قبل يعني بعد ما اضيف الداشز اخلي بقى لونه ابيض، لان ال النقط اللي بتبقى في الطريق دي او الخطوط اللي بتبقى في الطريق بيبقى لونها ابيض. طيب مالها شكلها عامل ازاي؟ اقلل الاستروك كده بتاعها شويه،
تمام. طيب برضو ما بيبقاش شكلها كده، ازود الايه الداشز شويه، بص كده بقى شكلها عامل ازاي. يبقى انا عملت ايه؟ دخلت على الكونتنت، بعد كده الاستروك، بعد كده خليت الاستروك لونه ابيض، بعد كده ضفت من هنا من علامه الزائد دي داشز، تمام، بقت حاجه بالايه بالشكل ده. بص كده انا لو جيت، انا على الحركه دي عملتها الفيديو اللي فات، لو جيت على لاين كاب كده بدل بوت كاب خليته راوند كاب، بص هيبقى الداشات دي شكلها عامل ازاي، راوند كده شويه، اخليها طبعا بوت كاب لان هي تبقى شبه شكل الطريق. طيب واللاين جوينت، اللاين جوينت دي اللي هي التقاطع خطين مع بعض، تمام، بيبقى الجوينت دي بتبقى برضو ان انت ممكن تعملها ايه راوند، بس انا طبعا ما تف... في... ما ت... ما ت... مش تفرق معانا في حاجه هنا في المثال ده. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز احط العربيه، ادوس دبل كليك هنا واضيف الايه اللير بتاع العربيه واجي هنا اسحبه. طيب نفس الكلام برضو انا عايز اصغر، طبعا هجيب السليكشن تول واصغر العربيه كده شويه، وانا دايس على شيفت اصغر، او بص بسحب العربيه وادوس هنا على النقطه دي وانا دايس على شيفت عشان العربيه تصغر معايا بمقاس ايه، بمقاس واحد. طيب بص يا سيدي، انا عايز اخلي العربيه تمشي على المسار ده، هل انا اقعد بعمل ببوزيشن بقى وقعد؟ لا، ده انا ممكن اخد الباص بتاع المسار ده، اي مسار سواء كان ده او ده، يعني مش تفرق، هما الاثنين كده كده واحد سواء كان ده. اخد الباص بتاعه اهو كنترول سي، واجي عند العربيه البوزيشن بتاعها، اقفل ده بقى خلاص، واجي عند العربيه البوزيشن بتاعها بي وانا معلم عليه كده وادوس كنترول في. يعني بص بقت حاجه بالشكل ده، بص يعني لو دوست زيرو تبلاي. طيب ما العربيه بتمشي كده؟ في عربيه بتمشي بالشكل ده؟ لا مش عربيه بتمشي بالشكل ده، فانا لازم اظبط الروتيشن بتاعها، لازم اظبط الروتيشن بتاعها، يبقى من ار هقعد اظبط. بص انا هظبط كده ظبطه مبدئيه كده في الاول، طيب سالب 6 درجات. طيب بص كده العربيه بقت عامله ازاي، برده ما اتظبطتش. اقعد انا بقى اظبط الروتيشن؟ لا، ده في خاصيه جميله قوي هتظبط لي الكلام ده كله، هتكل على العربيه كليك يمين بس اظبط بس الروتيشن بتاع العربيه، احنا قلنا ايه ظبطه مبدئيه بحيث انها تبقى ايه على الطريق كده، احنا قلنا مثلا ايه لو خلناها سالب 6 هنا، تمام، انما ما تظبطليش من هنا، ده عدد اللفات التاني، ده عدد اللفات زي ما احنا قلنا، ده كأنك كليك يمين، بعد كده ترانسفورم، بعد كده اوتو اورينت، بعد كده اورينت الونج باص وادوس صفر. بص كده تاني اسرع حركه العربيه شويه، اتك هنا على البوزيشن او حرف يو عشان يبين لك جميع الكي فريم، واسحب، مش لازم هنا بقى اعملها ايزي ايزي، عايز تعملها ايزي ايزي اعملها، بس يعني ماشي سي اعملها ايزي ايزي، اف 9 اتعلم على الكي فريمات دي كلها ودوس اف 9 اهي، تمام. ده مثال بسيط، يعني ده اللي انا كنت عايز اقوله، بس عايزين بقى نحل كده في الاخر التاسك بتاع محاضره 3 بتاع اعلان فودافون، اعلان فودافون. ركز كده معايا، انت من خلال التطبيق ده انت سيادتك اعلان الاتصالات من خلال التطبيق ده، انت بالنسبه لك اعلان اتصالات الموشن جرافيك اللي فيه انت تقدر تعمله، ما عدا الاشكال دي المفروض بتترسم طبعا بالاستريتور والكلام ده، ولكن الاعلان كله ايه الحركه اللي احنا عملناها وكله تراك مات والكلام ده وشويه دوائر والكلام ده كله، اعلان بسيط يعني ما فيهوش اي حاجه وتقليها الالفا مات يعني كله الكلام ده. طيب بالنسبه لاعلان فودافون عشان نبقى ايه خلصناه، ركز بس معايا كويس جدا. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هتك هنا برده نفس الكلام نيو كومبوزيشن، ونفس الكلام برضو اخلي بس الايه الباك جراوند سودا، تمام. طبعا دي الباك جراوند دي ملهاش علاقه بال، مش سوليد يعني مش خلفيه، دي بس حاجه كده عشان ايه خلفيه كده وانا بشتغل بس مش اكتر، لكن هي مش بتظهر اصلا في الفيديو. المهم يا سيدي هفتح الباص، تمام، وانا بقى مجهز الباص عندي، هتك بس هنا كليك وادوس كنترول في عشان اصلا مجهز الباص عندي، اضيف له بس الايه الاستروك اللون ده اساسا مجهز الباص رسمه يعني عشان ايه عشان وقت الفيديو. قلنا بنعمل ايه بعد كده؟ بنخش على الكونتنت وبعد كده الشيب بعد كده الباص، ونخلي دي اللي هي ايه سينا سبيس، واسحب خلي دي اللي هي الفيرست فورتكس، بحيث ان هو ايه لما اجي اضيف الترين باص، هضيف بقى بعد كده الترين باص اهو من هنا، يبدا ان هو ايه يبدا لي من اول النقطه دي،
زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين كده. تمام. وطبعا ما نساش الاستروك خليه راوند كاب، واللاين جوينت برضو خليها راوند بحيث الحواف تبقى راوندد كده زي الاعلان يعني. تمام. هاجي من هنا هعمل ايه في الاعلان؟ هو ما بيبداش من الكده في الحته اللي في الاخر، هو هتلاقي مثلا هيبدا لك بحيث ان الستارت دي تبقى حاجه بالشكل ده، تبقى مثلا 2% او 7% ولا حاجه، والاند تبقى حاجه بالشكل ده. هتلاقي بدا كده، اقلل بس الاستروك شويه، ليه في الاعلان بدا لك من اول حاجه بالشكل ده كده، صح كده؟ تمام. طيب فاحنا هنبدا هنا الستارت والاند، هنعمل 2 كي فريم. هنقول مثلا ان احنا شيفت بيدج داون، ان احنا مثلا عايزين مثلا ممكن نقول 10 كي فريم ولا حاجه كفايه، شيفت بيدج داون مره واحده، وبحيث ان احنا نخلي الاند دي 90 بحيث انها توصل هنا، او بلاش 90 نخليها مثلا ممكن 88 ولا حاجه، او بلاش 88 ممكن اخليها مثلا 84 بحيث انها توصل لل بتاع ده زي الاعلان يعني، ودي برضو تحصلها 84 بحيث انها تبقى ايه لو جينا عملنا كده بحيث انها تعمل حاجه بالشكل ده يعني. تاني. تمام. تاني اهو. طيب حلو قوي. اتاكد طبعا علم على الاثنين دول واف 9 اللي هو ايزي ايز، ونفس الكلام برضو اقوم جاي ساحب من هنا واعمل الت واسحب حاجه بالشكل ده، لان اصلا التكنيك بتاع الاعلان ده معمول على حاجه اسمها اللي هو الايزي ايز ان، او ممكن ما اسحبهاش على الاخر كده يعني، اجيب النقطه دي كده شويه واسحبها وانا داس على الت، اسحبها سنه كده بحيث تبقى حاجه بالشكل ده. ماشي. وفعل طبعا الموشن بلور، لما ادوس هنا على ان دي اتاكتيفيت لوحدها اوتوماتيك، اصلا ده الكلام ده في اصدار 2019 يعني، لكن الاصدارات اللي قبل كده لازم انت اللي تاكتيفها. تمام. تدوس هنا وتاكتيفها انت. طيب هنعمل ايه؟ عايزين نفعل برضو الثري دي بحيث ان هي طبعا هنا بتبقى كبيره في الاول، ونضغط هنا بوزيشن، هي اصلا بتبقى كبيره كده في الاول، بعد كده بتبقى ايه بتبقى كبيره، تبقى مثلا في الوضع ده. تمام. ونتك هنا كي فريم، بعد كده المفروض بعد مثلا 20 كي فريم ولا حاجه، او ممكن نقول مثلا 23 كي فريم، انا عملت شيفت بيدج داون مرتين وبعد كده عملت بيدج داون 3 مرات يعني 23 كي فريم، بعد كده بحيث ان هي ايه تبتدي ايه، بس ثانيه واحده، لو احنا هنعمل كده يبقى نخلي لو دوسنا يو يبقى نخلي بقى الفريم باص معانا يبقى 23 كي فريم برضه، يبقى 23 كي فريم بحيث انها برضه انا مش عايز الحركه تبقى سريعه، واصغر دي كده بحيث ايه اصغرها تاني برضو تاني مثلا تبقى حاجه بالشكل ده. والتك هنا ممكن ادي اخليها دي اف 9 بس يعني ايزي ايز بس، مش تفرق قوي يعني، تبقى حاجه ايه بالمنظر ده كده. طيب جميل قوي. بعد ما عملنا ده هنعمل ايه تاني؟ هنيجي بقى على الملف اللي هو بتاع السيشن الثانيه اللي هو ده. تمام. اقوم جاي ايه سحبه هنا. تمام. واصغره مثلا اف وانا دايس على شيفت هنا عشان يصغر بنفس المقاس بتاعه، اجي على يو هنا عشان ابين الكي فريم يعني. تمام. لازم تكون برضو ايه شايف الايه الكي فريم. اجي هنا بس عشان هعمل حاجة ايه بسيطة كده، بص ابتدي برضو ايه اصغره برضو سنة او اخليه هنا، هقول لك ليه بس اخليه حاجة بالايه بالشكل ده. انا مثلا ممكن اخلي ده يكبر ويبقى حاجة كده بالشكل. بص كده معايا، بص كده معايا، انا دلوقتي بينته على الحتة دي. طيب بص كده، انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل دايرة. تمام. اتك هنا كليك طويل واعمل ايه دايرة، واعمل الدايرة وانا دايس على شيفت عشان ايه تبقى تعملها لي دايرة يعني، ما يعملها لي لو انا دوستش على شيفت اعملها لي اليبس، واعمل دايرة وانا دايس على شيفت. وطبعا واشيل الاستروك من هنا واخليها فل طبعا باللون الايه الاحمر، او نفس لون التريم باص اللي هو اللون ده. تمام. انا سحبت الايه الاي دروبر دي. تمام. اوكي.
تمام، اقوم جاي جايب السلكشن تول واجيب دي هنا. انا عايزها اصلا في الاخر السكيل بتاعها تكبر، حولها برضو 3D. تمام، انا عايز برضو انا اسف انا عايز برضو هي الانكر بوينت بتاعتها مش في النص. طيب لو انا عايز اخلي الانكر بوينت بتاعتها في النص، ادوس على الت كنترول هوم تاني، الاختصار ده الت كنترول هوم، او من بان بيهايند تول اجي اقوم ساحب كده، اجي اقوم ساحبها كده وانا دايس على كنترول عشان يعمل لي سنابنج. تمام، هنا او الت كنترول هوم الاختصار بتاعها، خلي بالك. تمام، واجي اقوم دايس هنا الشيفت. تمام، اخليها بس تحت اللوجو اللي احنا عاملينه بس عشان نظبطه. تمام، بص بقى كده معايا، انا عايز هي بس مش مظبوطة، انا مس يعني اسحبها كده لان انا عايز الدايرة تكون في نص الانكر بوينت بتاعت بص، بحيث انها الدايرة وهي بتعمل سكيل او ممكن اطلعها كده فوق شوية يعني، افضل انت ايه اظبط كده. طيب انا عايز الدايرة في الثانية دي، تمام، يكون السكيل بتاعها حاجة بالشكل ده. مثلا ممكن اقول على في الثانية دي انا ممكن اخلي السكيل بتاعها 90 مثلا، وادوس هنا كي فريم وارجع هنا اخلي السكيل بتاعها كام؟ زيرو. طب ليه انا عملت كده؟ لان بص لو جيت لو جيت تلاحظ في الاعلان مشيتها فريم باي فريم، هتلاقي ان الترين باص ده لما يدخل على اللوجو ده كانه هيعمل لك الايه البتاع الاحمر ده، وبعد كده اصلا بعد كده المفروض ده يظهر يكبر كده يبقى حاجه بالايه بالشكل ده، بالشكل كده كده زي ما احنا شايفين. طب واحد هيجي يقول لي طب ايه ده، طب انت عملت ايه؟ لا استنى بس اصبر عليا، هنعمل التراك مات دلوقتي، اصبر عليا بس نظبط بس الحته دي لان الحته دي اصعب حته. بص 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 كده معايا اهو، اي لما يدخل بحيث ان البتاعه دي تكبر معاه، هنعمل هنا F9 F9. تمام، وادخل على الجراف اديتور، انا عايز ده ما يبقاش زيرو يعني، هو لا لا يعني انت لو جيت الحركه هنا بتبتدي بطيئه بعد كده تسرع بعد كده تبطا تاني لغايه ما توصل لصفر وبعد كده تبتدي تسرع تاني، انا مش عايزها تبطا تاني لغايه ما توصل لصفر. فانا هسحب هنا، هسحب كده وعلم على الكيف النقطه دي واسحبها وانا داس على الت كده لفوق. او ادوس معلش انا اسف كنترول زد، انا سحبتها في مكان غلط، اسحبها وهي في مكانها واسحبها كده وهي في مكانها وانا دايس على الت كده، واسحب برضو اللي كانت جنبها دي زميلتها هنا اللي هنا دي، اسحب النقطة دي ايه ايه هو اتك عليها كده واقوم ساحبها هنا بالالت بحيث ان هي تعمل لي حاجه بالشكل ده، السرعه ما تبقاش او ما توصلش لايه لصفر، يبقى حاجه كده زي ما احنا شايفين. طيب انا بقى هعمل ايه؟ هعمل دوبليكيت او دوبليكيت من البتاع ده ده كده، احط هنا واحد فوق دي بحيث ان انا هعمل دي الفا مات. بص دي لما دي تعمل الفا مات هيظهر ايه؟ بص كده معايا، فهمنا فهمتوا قصدي ان اللوجو بتاع فودافون ده ما يظهرش الا غير لما البتاعه دي تعدي عليه تكبر كده وتعدي عليه. واخلي دي بقى بص كده ايه تحت كل حاجه، اللون الاحمر دي تشيب اللي احنا عاملينه تحت ايه كل اي حاجه بالشكل زي ما احنا شايفين. انا ممكن هنا لو دوست مثلا على حرف اليو وهنا برضو على حرف اليو بحيث ان انا عايز اغير الاثنين كي فريم دول مع بعض، واتك على شيفت ده وشيفت يعني انا ادوس ده كي فريم ده وشيفت وكي فريم ده اكبرهم مثلا شويه، خلينا ابتدوا كبير شويه يسيبوا حاجه بالشكل ده اهو. بص كده معايا اهو، تمام فهمنا التاسك ماشي ازاي. طيب عايز بقى اكتب في الاخر كلمة فودافون، كتبت
اكتب كلمة فودافون وكأنها بتتسحب كده، نفس الكلام برضو كلمة فودافون. تمام، اكبر طبعا الخط شوية، تمام، واظبطها هنا بحيث ان انا عايزها مثلا عند اقدم شوية، عايزها مثلا كبوزيشن برضو احولها طبعا 3D وبوزيشن، عايزها تبقى هنا، تمام، وعايزها مثلا في الثانية دي مثلا افتراضا تكون الشكل ده. لا ارجع وانا دايس على شيفت عشان يرجع لي بسرعة، بص حاجة بالشكل ده. ممكن اتك هنا مثلا ادوس على F9 Easy Ease وافعل مثلا موشن بلور، بص كده معايا. وبس في حاجة مش مظبوطة، لا لا مظبوط تمام، لا اتظبط، بس انا كان في بيتهيألي حاجة. بص بس يا سيدي، ده كان حل التاسك. معلش وكان الموضوع رخم شوية، ولكن في باشمهندس بصراحة بسم الله ما شاء الله، باشمهندس محمد حسين نزل الحل بتاع التاسك، تمام. انا عارف ان في بعض الناس اصلا ما وصلوش للسيشن 3 وما لسه كانوا برضو ممكن ما يكونوش وصلوا، تمام، وانا عارف ان الناس هتطبق ومهتمه بالموضوع، بس يا ريت يا جماعه تنزلوا تطبيقاتكم على الجروب عشان لو في مشكله في التطبيق ولا حاجه ملحوظه معينه عايزين نقول لكم عليها تكونوا نعرفها لكم يعني، وعشان كمان نشجع بعض. طبعا باشمهندس محمود ابو مايله هيشرح لكم بلاجن مهم جدا وبلاجن احترافي الحقيقه، وهو السيبر بلاجن دوت. لو تشوفوا في فيلم مثلا سيما علي بابا والحاجات دي اللي هي العصيان اللي بتبقى فيها نور كده كانها حاجه من الخيال العلمي، ممكن طبعا تظهر يعملوا الكلام ده برضو في مسلسل النهايه. البلاجن ده بيعمل الحركات دي وبيعمل فيجوال افكتس شغل عالي جدا. وفي نهاية الفيديو أسألكم الدعاء، والتطبيق يا ريت يا جماعة مهم جدا، نزلوا تطبيقاتكم اللي هو الحاجات اللي احنا عملناها المرة دي اللي هو التطبيق ده، تمام، مهم جدا، ابقوا اعملوه كده ونزلوهن على الجروب، ورونا تطبيقاتكم وشغلكم. وفي نهاية الفيديو أسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.